وينضم إلينا في الاستوديو الزميلة ليال الاختيار والزميل إسلام النجار. صباح الخير لكما. صباح الخير. يعني شي جديد يا جماعة ليال؟ بدي أسألك السؤال الأول. قبل الأسئلة تفضلي. لازم نقولها اليوم عيد ميلادها، كل عام وأنت. أنا كنت بدي أخليها لآخر شيء. ما نقدر نشعل الشموع، سوري ما نقدر نشعل الشموع. بعدين جبنا لك، شوفي هلا أنا نحن المحتالين. جلوتين فري. إحنا هذا جبناهم خصوص. يمكن كانت قاعدة وشافت. اهتميتوا لي بالدعوة. كل عام وأنت بخير. ثانك يو سو ماتش. وهيك مثل ما بقولوا هدات البال والصحة. بصراحة يعني أنا تحت التهديد جبرت كل تيم العربية بأنه نجيبوا لي كيك على عيدي، بس عن جد هي أول مرة بكون بعيدة عن عائلتي بنهار عيد ميلادي، وصراحة المحبة يلي غمروني فيها كل الفريق هون لا توصف. أحلى شيء بالعربية أنك بتحس مع عائلتك، يعني ما بحس أنك وأنت جزء من العائلة. ثانك يو. ليال بدي أسألك لموضوع مزيج، ما هي منصة مزيج ولماذا بظل كل الموجود بالسوق قررت العربية إطلاقها؟ اليوم يعني خليني بس هيك شوية ستاتيستيك سريعة. اليوم إذا بتشوف كل شركات الأحصاء العالمية، أتحدث عن شركات الإعلانات العالمية الكبيرة، أكثر من 100 مليار دولار انحطت بسوق البودكاست. وهيدا لما بتجي شركات كبيرة تستثمر، بالتالي هيدا السوق هو سوق مثمر. تاني شيء بالولايات المتحدة آخر ستاتيستيك انعملوا، أكثر من نص الشعب الأمريكي بيسمع بودكاست، ما بيحضر أي شيء تاني. وبالتالي انت اليوم بتوصل الرسالة اللي بدك توصلها او المضمون بطريقة اسرع بكتير ولشريحة اكبر بكتير. بس حكيت شغلة مهمة ليال، بسمع اكثر ما بشاهد. انت جاي من لغة التلفزيون يعني الصورة، صحيح. كيف بدي ترجم هذا بلغة بودكاست؟ لانه ترجم قبل هالمرة بلغة اذاعة، بل الاذاعة قبل التلفزيون ومن ثم التلفزيون وبعد ذلك البودكاست. كيف بدك تترجمي هذا؟ كيف بده يوصل احساس ما تقولين عبر الموجات الصوتية للمستمع؟ لأن أنت اليوم عم بتقدم مضمون، ما عم بتقدم شو. لما بتكون عم بتركز على المضمون وعلى الخبر وما بعد الخبر، هلأ بنرجع عم نحكي عنه، وبالتالي أنت عم تعمل فوكس على شيء معين. بعدين نحن جايين من خبرة صحفية، إن كان مكتوبة وإن كان مقروءة وإن كان حتى يعني بالتغطيات كلها يلي عملناها. صحيح. بكل السنين الماضية. وبالتالي نحن مش مثل صناع المحتوى يلي عم بيجوا يعملوا البودكاست إما للتسويق لعلامات تجارية وإما هواية. نحن ناس مختصين صحفيين يلي عم نقدمه فاهمين شو عم نعمل. يعني نحن اليوم عم نخاطب الوعي تبع الجمهور، مش عم نعمل علامات تسويقية أو تسويق لمحتوى معين. طيب دائما احب اسالك ليال، انت شغوفه بالسياسه، يعني احس هذا في نبره صوتك في اسئلتك مع الضيوف. ما الذي ادى الى هذا الشغف بالسياسه؟ كيف بدا؟ يعني هل كان والدك بنفس المضمار؟ كيف بدا الشغف بالسياسه؟ لا، ما كان والدي ولا حدا تقريبا بالعائله، يمكن البعاد بالعائله موجودين، كانوا كتير مثقفين، كتير بيقروا، كتير بيتابعوا. وبطبيعة المرحلة اللي كنت فيها، يعني أول طلعت كان في لبنان، دايما بضل السياسة هي الحديث اليومي. فبالتالي بتربي ببيت كله سياسة. وصراحة يعني من أنا وصغيرة ولا مرة كانت هوايتي أني أحمل باربي، ولا مرة كانت هوايتي أني ألعب الألعاب تبع الأولاد. عطول كنت روح على القصص اللي شوي هيك. على كل حال ليال، قبل ما نروح لعند إسلام، في مقطع فيديو بدنا نشوف من بودكاست مزيج أو البروموشن التيزر تبع المزيج. خلينا نشوف. شكرا من جاهز. طب خلينا نرجع إلى إسلام وبعدين نرجع نشوف الفيديو. يعني إسلام في عنا أسئلة كثيرة، حابب يعني نحكي بفكرة. أول شيء، شو الجديد اللي رح تقدمه أنت؟ شو هل يكون سياسي، هل يكون ترفيهي، أو من هالشرائح الحياة مثل ما بقول؟ قبل ما نحكي بفكرة حوار تجاري ليث وسمر، خلينا نحكي، أمد أضيف على اللي حكته ليال. تفضل. العربية دخلت سوق بصراحة هو متأخر، والناس حتقول العربية دخل هذا السوق متأخر عن الآخرين. فشو اللي رح تقدمه العربية في مزيج؟ ممكن تعودنا على المنتجات اللي بتقدمها العربية في السنوات الأخيرة دائما تكون موجهة أكثر للعالم العربي، للجمهور العربي بدون تحديد. نعم. هلا بسوقنا العربي، سوق البودكاست ثري، في كثير ناس صناع محتوى مستقلين أو حتى مدعومين من شركات وبرؤوس أموال عالية زي ما كانت تحكي ليال، بحكم هالصناعة اللي تصرف عليها مليارات الدولارات في الإعلانات. نعم.
كبودكاست، البودكاست بدأ 2004، بس متى دخل عنا على السوق العربي أو متى الناس بدأت تصنع المحتوى في البودكاست في منطقتنا العربية؟ بوقت متأخر، وكانت ذروة تقريباً ب2020 بسبب كورونا والأحداث وتغير نوعية عقليات الناس، كيف بتتابع، شو بتحب تتابع، ومين صح. بتحب تتابع. فبلا شك الناس بتقول العربية دخلت هالسوق متأخر، هذا صحيح وكل الناس مدركين وما فينا نخفي هذا الموضوع، بس رهان العربية بتوقع قبل ما نحكي عن حوار تجاري على فكرة الجمهور العربي، التوجه الأعم الأكثر لعدد لا بأس به من الناس، ملايين المتابعين بصيغة برامج عربية فيما وما بعد، في ساسة، في أم القصص كبودكاست مصري مختص بقصص مصرية ثرية جدا، فيها جميل. عشرات التفاصيل، البحث، أسرار كتير لأول مرة، وحيكون تطبيق ننزل يعني ونسمع فيه. هلأ بطبيعة الحال نكون واضحين كعربية، أكيد إحنا مستفيدين من أصول أنغامي، من شاهد، هذه القصة، هذه منصات حتسهل علينا الوصول. صحيح. طبيعة الحال منصات البودكاست الأخرى الموجودة، أبل بودكاست، سبوتيفاي وغيرها، وطبيعة الحال كمان منصات العربية على وسائل التواصل الاجتماعي اللي هي عنصر أساسي في الترويج مع فريق السوشيال ميديا. مين ضيوفك إسلام؟ مين رح يكون يعني؟ أعطينا أكثر. طيب. كحوار تجاري كحوار تجاري إحنا عم نستضيف أصحاب أعمال، ناس عملوا فكرة، ناس أداروا أفكار ومشاريع عربية. أنا متأكد مثلا هالكيك ممكن يكون فيه بتفاصيله منتج أنتجته شركة عربية بوقت من الأوقات ودخل كل بيت عربي. إحنا هذا هدفنا، هالورقة، هالكاس، هالكاميرا، ما وراء المنتج، كيف تسليط الضوء على الرواد العرب. إحنا بدنا نوثق قصص مشاريع عربية إحنا متأكدين أنه هي إذا ما دخلت كل بيت عربي على الأقل سمع عنها فرد في كل بيت عربي، في منطقة الخليج، في مصر، في الأردن، في المغرب العربي، في الشام، في العراق، وفي اليمن. وهنا بنرجع برضو على فكرة اليمن، منتج مخصص من مزيج لليمن، ونحكي شو ممكن تقدم العربية، هذا الشيء اللي ممكن تقدمه العربية، التنوع في ما وما بعد، في عودة نيكول تنوري بساسة، في يمان مع زميلتنا عهد، في حنان مخصص. كمان حنان وراء الجدار، خلف الجدار، بودكاست مختص في قصص ستتحدث عن ما وراء جدار في فلسطين وعن قصص فلسطينية بحث فعلي. طيب مين بسمع البودكاست يا جماعة بمنطقتنا؟ أي شريحة من المجتمع؟ أي جيل كمان؟ اللافت بأنه يعني اليوم بيقولوا لك مين بيسمع البودكاست، وخصوصا السياسة. صحيح. يمكن القصص العادية الاقتصاد تستهوي طبقة أكبر بكتير، ولكن يعني آخر ستاتيستيك عمله بالولايات المتحدة، ببريطانيا، أو حتى بمعظم الدول الأوروبية، تخيل أنه أول بودكاست بيجي الكوميدي لأنه العالم بتحب تغير جو، وتاني بودكاست هو السياسة. عم نتحدث عن أكثر من نصف الشعب بالدول الأوروبية والأمريكية بيسمع السياسة من خلال البودكاست. ليش؟ بس هل هذا ينطبق على المنطقة؟ ينطبق أيضا على المنطقة لسبب، لأنه يلي عم بيسمع خبر بهمه يعرف هيدا الخبر ما وراءه، ما شو تداعيات هذا الخبر على حياتي، على مستقبلي، على وجودي. لأنه بطبيعة الحال نحن الأخبار اللي بنقدمها يوميا هي أخبار سريعة، استهلاك يومي، منا قصة متكاملة بتقدر اليوم تسمع تقولي ايه اليوم إيران ضربت إسرائيل، لأنه في لها الخلفية التاريخية بهذا المعنى، وفي لها مشروع رايح بهذا المضمون. على كل حال احنا كان ودنا نبين المقطع ولكن اجلنا التيزر، لانه انتم لازم الناس يتابعوكم يا مشاهدين صباح العربيه، وانتم بتحكوا او بتعملوا البودكاست تبعكم. على كل حال ليالي الاختيار واسلام النجار، شكرا جزيلا، موفقين، شكرا جزيلا لكم، وموفقين، جود لك، شكرا كثير، شكرا.